كابتن ربيع ياسين، بالنسبه لي وبالنسبه لكتير من اللي بيتابعوا الكوره، اتكلم على الشقين. الشق الاولاني في الملعب اعتقد انه واحد من اعظم اللعيبه اللي جت في تاريخ مصر في الحته الشمال او الظهير الايسر. حاجة تانية، واحد من اللعيبة القليلة اللي لعبوا كل البطولات اللي ليها علاقة بالمنتخبات وليها علاقة بالأندية، حقق تاريخ طويل وحقق إنجازات. أنا أعتقد إن الحاجات دي كلها مش بتتحقق إلا لما بيكون يعني شخص مجتهد جدا وعارف هو عايز إيه. يعني الزمن طبعا غير الزمن، ولكن كل نجوم الزمن اللي الواحد للأسف ملحقش يحضرهم لحد دلوقتي الناس بتتكلم عليهم والناس بتستضيفهم في البرامج والناس بتسلم عليهم في الشارع وبتصوروا معاهم، عكس دلوقتي ممكن يكون في كتير من اللعيبه اللي يعني على السوشيال ميديا مكسرين الدنيا، ولكن بتلاقي مش نفس المردود اللي ممكن تلاقيه مع النجوم اللي قبل كده. لو كان في سوشيال ميديا زمان اعتقد ان الموضوع كان اختلف تماما 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 يعني. فده على المستوى اللي ليه علاقه بكره القدم، اما بكره القدم ولكن من ناحيه التدريب، واحد من المدربين الشاطرين جدا اللي انا دايما مقتنع ومعتقد ان ربنا بيدي كل واحد موهبه، فممكن يدي واحد مذيع في حتته، ممكن يدي واحد لعيب كرة في حتته، ولكن كمان مدير فني يعني تسيبه مع فريق أن كان إيه الظروف، بيعرف يعمل إنجازات، بيعرف يعمل من الفسيخ شربات زي ما بيقولوا. والحمد لله هو يعني بيحقق نجاحات في أي حتة بيكون موجود فيها. يعني آخر مدرب في تاريخ مصر بعد كابتن حسن شحاتة اللي حقق بطولة مع منتخب الشباب أفريقيا كان كابتن شوقي غريب، حقق 23 سنة، لكن الكابتن ربيع آخر واحد حقق في 2013 بطولة. الحمد لله نجاحاته مع ثلاث منتخبات 89 ومنتخب 93 و2001 اللعيبة، وكم اللعيبة اللي خرجوا لمصر من الشباب الصاعد الواعد ده في كل الأجيال، حاجة محترمة في بتروجيت نجاحات الحمد لله. ولسه دي بس البداية، ما مجرد إلا على المستوى بقى الإنسان، يعني الناس كلها تشهد بأخلاقه يعني بسلوكياته.